واحنا بنتكلم على دور الجمعيه في حفظ المقتنيات وجمعها وحفظ تراث سيد درويش بشكل عام. ازاي قدرتوا تقوموا بالدور ده؟ ده دور مش سهل ابدا، يعني انه سيد درويش ان كانت مقتنيات حتى ك المقتنيات الشخصيه او حتى المقتنيات الموسيقيه بتاعته، يعني موضوع كبير مش بسيط. صحيح، زي ما حضرتك قلتي هو فعلا دور مش سهل جدا، خاصه لما يكون التراث والمقتنيات اللي بين ايدك هي غنيه جدا، دسمه جدا، قوميه جدا. احنا بنتكلم على تراث بيمثل شعب كامل، بيوثق وبيؤرخ لفتره زمنيه مش قليله جدا، وفتره زمنيه من اصعب الفترات. يعني احنا بنتكلم على ثوره، وقت مثلا ثوره 1919، زي ما قال المعاصرين لسيد درويش انه كان مش بس من احد المشاركين في الثوره دي، ده كان من يعتبر يعني هو اللي ساعد على الثوره دي، وكان سبب في نجاحها من خلال الاغاني الوطنيه وقوم يا مصري، الاغاني الوطنيه اللي هو عملها اللي كان ليها دور كبير جدا في توجيه الراي العام، تقديم الدعم المعنوي، وده بيبقى اقوى واهم طلب موجود في وقت الازمات. وده برضو ياخدنا ان احنا يعني نوجه تحيه للشعب المصري، الشعب ده شاف كتير، عانى كتير جدا فكره الاحتلال لسنوات طويله من يعني من اماكن مختلفه، وانه كان صبور وكان متحمل وكان بيأثر على نفسه وكان بيواجه التقشف، وكان بيشد الحزام زي ما قال له فعلا سيد درويش، ولا زال. ودي كلها مشاكل وعقبات وتحديات بتحدث في كل عصر وفي كل زمان، وبيكون دايما البطل متحدي ليها بشكل يعني رغم ظروفه الصعبه، هو الشعب المصري طبعا، هو البطل الأول طبعا.